على ضفاف بحر ميت، اجتمع قادة العرب المتشاكسون في قمة حملت الأمل بالوفاق والاتفاق، أو هكذا عنوانها. ووسط فشل عربي في حسم ملفات سوريا وليبيا والعراق، انعقدت القمة العربية في الأردن، واليمن توشك أن تلج بوابة مجاعة تسببت بها ميليشيا الانقلاب، الميليشيا التي استدعت حربا إقليمية بعد تحديها للإجماع الوطني والإقليمي وارتهانها للنفوذ الإيراني. فإننا نوكل على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره. رؤى ملك السعودية وأميري الكويت وقطر أكدت على وحدة اليمن واستقراره، فيما اتفقت كلمات الدول الثلاث على خيار الحل السياسي وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية. بدت اليمن في القمة العربية مصرة على الاستمرار في طريق استعادة الشرعية، فالرئيس هادي اتهم إيران برعاية الإرهاب في اليمن، مؤكداً أن ميليشياتها حولت المدن اليمنية لمعسكرات كبيرة للاعتقال، مستغرباً من مساواة المنظمات الدولية بين الشرعية والميليشيا، ومطالباً المجتمع الدولي بالتعامل مع الأسباب الحقيقية للحرب وفق الشرعية الدولية. ولن يقبل اليمنيون فصل بلادهم عن محيطهم الطبيعي ومجالها الحيوي ومصالح شعبها. ظهر هادي في كلمته أكثر وضوحاً بحسب مراقبين، حيث أوضح أن السلام مع المنظمات الإرهابية ما هو إلا خداع للحاضر، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي سبب المأساة الإنسانية وسقوط الدولة وانهيار الاقتصاد، قائلاً إن جرائمها لن تنسى على مر الأجيال. بنظر محللين فإن هذه القمة تؤكد من اسمها عدم وجود نتائج جديدة تهم المواطن العربي، فالهدف منها الوصول لتوافق شبه مستحيل حول قضايا صعبة وشائكة، فيما يتساءل آخرون كيف يمكن لقمة لا تبديل ولا تغيير ولا تعديل في مبادرتها العربية أن تصل لحل ما ينقذ تمزقها المزمن.